طيب الله أوقاتكم، أهلا بكم مشاهدي الكرام. هذه نشرتنا من المشرق العربي، نسلط فيها اليوم الضوء على آخر تطورات الأوضاع في فلسطين، ونتابع أيضا أحدث الأخبار في سوريا ولبنان. وفي سحر المشرق نتأمل منطقة الحصن، إحدى أروع وأجمل المناطق الأثرية في سوريا. أهلا بكم إلى عاصمة الخبر. البداية من فلسطين، حيث قاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وتعد هذه هي المرة الثانية منذ توليه منصب وزارة الأمن القومي التي يقتحم فيها المتطرف بن غفير باحات المسجد الأقصى وساحة البراق. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحته، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه وقبالة قبة الصخرة. هذا وقد دانت الرئاسة الفلسطينية اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ساحات المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أن الاعتداء السافر ستكون له تداعيات خطيرة. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينا إن محاولات بن غفير وأمثاله من المتطرفين لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى مدانة ومرفوضة وستبوء بالفشل، وأن الشعب الفلسطيني سيكون لها بالمرصاد. وأكد أبوردينا أن ما جرى اليوم خطير، ويستدعي من المجتمع الدولي وتحديدا من الإدارة الأمريكية التي تطالب بالحفاظ على الوضع القائم في القدس التحرك الفوري، لأن المساس بالمسجد الأقصى لعب بالنار وسيدفع المنطقة إلى حرب دينية لا تحمد عقباها وستطال الجميع. كما دانت وزارة الخارجية الأردنية اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى. قالت الخارجية الأردنية إن اقتحامه للأقصى انتهاك لحرمته وخطوة استفزازية مدانة وتصعيد خطير ومرفوض، ويمثل خرقا فاضحا ومرفوضا للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها. وأكدت أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وبالتزامن مع استمرار الإجراءات الأحادية من توسع استيطاني واقتحامات متواصلة للأراضي الفلسطينية المحتلة، تنذر بالمزيد من التصعيد وتمثل اتجاها خطيرا يجب على المجتمع الدولي العمل على وقفه فورا. دعا قادة مجموعة السبع كلا من الفلسطينيين والإسرائيليين إلى اتخاذ خطوات لبناء الثقة لتحقيق حل الدولتين. وقال قادة الدول السبع في بيان لهم عقب اجتماعهم في مدينة هيروشيما اليابانية إن على الفلسطينيين والإسرائيليين الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية والتحريض على العنف. وأكد القادة في بيانهم أنهم سيواصلون دعم الاقتصاد الفلسطيني ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.
من ناحية أخرى، جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي مساحات كبيرة من أراضي دير الحطب شرق نابلس. قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة إن جرفات الاحتلال تقوم بأعمال تجريف في أراضي شرقية دير الحطب لصالح توسعة مستوطنة إيلون موري المقامة عنوة على أراضي القرية. وأشار إلى أن المنطقة التي يتواصل فيها أعمال التجريف تسمى رأس العين وتقع فوق النبعة التي تم الاستيلاء عليها قبل سنوات. نتحول إلى شأن سوري، حيث أعلن رئيس منظمة الصليب الأحمر الروسية بافيل سافتشوك إرسال فريق من المنظمة إلى سوريا لتقديم المساعدة الإنسانية والطبية لمنكوبي الزلزال الذي تعرضت له سوريا في فبراير الماضي. وقال سافتشوك إن الفريق مكون من 13 شخصا سيعملون في 10 مناطق على الأقل في سوريا وبجدول يوم واحد في كل منطقة. وأوضح أن ممثلي المنظمة سيولون اهتماما خاصا بالأطفال من مختلف الأعمار، حيث سيتم تنظيم الأنشطة الترفيهية وتقديم المساعدات الطبية وإجراء الاستشارات الطبية النفسية الفردية. يأتي هذا فيما وصلت إلى مرفأ طرطوس باخرة مساعدات إغاثية مقدمة من الجالية السورية في رومانيا وشخصيات من المجتمع المحلي فيها، ومساعدات من الجالية السورية في بلغاريا لمتضرري الزلزال. تحمل الباخرة على متنها ما يقارب 3300 كرتونة للمساعدات، تحتوي على مستلزمات خاصة للأطفال ومواد غذائية وملابس. وقال نائب رئيس المكتب التنفيذي حسان نعوس إن أبناء الجالية السورية في مختلف دول العالم يقفون مع أبناء وطنهم عبر إرسال المساعدات بمختلف أشكالها، مشيرا إلى أن هذه الدفعة من المساعدات هي الدفعة الرابعة التي تأتي من رومانيا وبلغاريا ومقدمة من الجالية السورية وأبناء المجتمع المحلي. وكانت قد تسلمت الأمانة السورية للتنمية 10 غرف مسبقة الصنع كرفانات مقدمة من الشعب الأردني وإحدى الجمعيات الخيرية في إطار دعم المتضررين من الزلزال بمحافظة اللاذقية. وصرح مسؤول أردني بأن هذه الغرف هي دفعة من أصل 60 كرفان ستصل تباعا إلى سوريا لتؤسس قرية لمنكوبي الزلزال. من جهته بيّن ممثل الأمانة السورية للتنمية في اللاذقية سامر الخطيب أنه سيتم تسليم هذه الكرفانات إلى غرفة عمليات الإغاثة ليتم الاستفادة منها وفق خطة العمل الإغاثي بالمحافظة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من دمشق خليل هملو مراسل القاهرة الإخبارية. صباح الخير خليل. إذن وصول مساعدات من روسيا ورومانيا وبلغاريا، ترى ما مدى أهمية هذه المساعدات لمنكوبي الزلزال المدمر، وهل هي كافية على الأقل حتى اللحظة؟ صباح الخير ياسر، صباح الخير لمشاهدي القاهرة الإخبارية. بالنسبة للمساعدات التي وصلت يوم أمس وأول أمس من رومانيا وبلغاريا وأيضا من روسيا، وأيضا إعلان رئيس منظمة الصليب الأحمر الروسي بإرسال فريق إلى سوريا، هذه المساعدات هي ليست الأولى، بل على العكس، بأن روسيا قدمت الكثير من المساعدات. تقريبا أرسلت سابقا سفينة روسية تحمل عشرات الأطنان من المساعدات. روسيا تحتل المرتبة الثانية بعدد الطائرات التي وصلت إلى سوريا بعد الإمارات العربية المتحدة، وصلت 21 طائر إلى مطار اللاذقية، تحمل أيضا مئات الأطنان من المساعدات. ولكن المساعدات الروسية التي وصلت إلى محافظة اللاذقية هي مساعدات نوعية، لم تقتصر على المواد الغذائية كما جرت العادة من كثير من المساعدات، لكن البعض منها اقتصر على المساعدات الهندسية، المساعدات الطبية. هذه المساعدات بالعموم كما ذكرت هي ليست كافية، الشعب السوري يحتاج الكثير. خلال فترة الزلزال والتي تقريبا من السادس من شباط فبراير الماضي وخلال الشهرين تقريبا
تقريبا الماضي 3 أشهر الماضية كان هناك وصول عدد كبير من الطائرات إن كان من الدول العربية، وهنا احتلت الدول العربية المرتبة الأولى. عدد الطائرات التي وصلت إلى سوريا هي تقريبا 330 طائرة، منها 181 طائرة من الإمارات العربية المتحدة، لكن الدول العربية الأخرى قدمت مساعدات كبيرة، وأتحدث هنا عن وصول 1500 طن من المساعدات من مصر عبر سفينتين وصلت إلى مرفأ اللاذقية. أيضا هناك آلاف الأطنان، وهنا أتحدث عن آلاف الأطنان وصلت من العراق عبر المعابر البرية، وأيضا وصلت عبر الطائرات. لكن بالعموم كل هذه المساعدات لا تكفي حاجة السوريين، وأتحدث هنا الكثير من المساعدات جاءت هي مساعدات إنسانية، ألبسة، أغذية، مواد أولية، ولكن بالعموم ما يحتاجه السوريين هو يحتاجون الكثير، باعتبار أن السنوات العشر الماضية أو الثنائية العشر الماضية تقصد نوعية المساعدات تكون مختلفة أم حجم هذه المساعدات؟ ياسر، بالنسبة لنوعية المساعدات ولحجم المساعدات، الكثير من القطاعات السورية وتحديدا هنا القطاع الطبي، القطاع الهندسي، يحتاجون إلى آليات حديثة ويحتاجون إلى أجهزة طبية حديثة. العراق قدم تقريبا أرسل العشرات من الآليات الهندسية التي ساعدت في بداية الزلزال برفع الأنقاض في المناطق المنكوبة وتحديدا في محافظة حلب واللاذقية. نتحدث هنا عن روسيا، أيضا القوات الروسية المتواجدة في اللاذقية وفي محافظة طرطوس كانت هي التدخل الأول لها تقريبا إلى جانب الفرق السورية. نعم. وأرسلت روسيا أيضا فرق متخصصة في عمليات إزالة الأنقاض، في معالجة الانتشال ورفع الأنقاض من الأبنية المدمرة. لكن كما ذكرت هي مساعدات لا تكفي، الشعب السوري يحتاج إلى كما ذكرت لك يحتاج إلى مساعدات نوعية. طيب. وعلى ذكر من التقينا منه خليل، يعني المساعدات العربية، وأنت أشرت إلى المساعدات التي أتت من عدد من الدول العربية، كما تعلم هناك الآن دعم عربي، والقمة العربية كانت موجودة وسوريا كانت حاضرة وكانت جزء رئيسي من المحادثات. إلى أي درجة ينظر في الداخل السوري إلى أثر عودة سوريا إلى الجامعة العربية على إنعاش أو دخول المساعدات في الفترة المقبلة وزيادة هذه النسبة التي أشرنا إليها منذ قليل؟ ياسر، بالنسبة لي ما جرى خلال الأيام الماضية، أقصد خلال القمة العربية وما سبقها من الاجتماعات التي حصلت في عمان وجدة وفي القاهرة وعودة سوريا للجامعة العربية، بالعموم بعموم السوريين المتواجدين في كافة المناطق السورية يرحبون بعودة سوريا، يبحثون عن حل للأزمة السورية. وعندما يتدخل العرب بشكل جدي وبشكل فاعل وتشكيل لجنة خماسية عربية، فأن سوريا يستقبل هذه الأخبار بشكل من المبهج ومن السرور ومن الفرحة، باعتبار أنهم عانوا ما عانوا خلال السنوات 12 الماضية. كما تعلم كانت التصريحات السورية خلال القمة العربية بأن ومن بين طبعا المطالب العربية التي أقرت في الجامعة الدول العربية في 7 من الشهر الجاري اتباع سياسة الخطوة خطوة، أي أن هناك سوريا مطلوب منها بعض الملفات لإنجازها، وأيضا مطلوب من العرب مساعدة سوريا في تجاوز محنتها. ومن بين هذه الملفات هو عودة اللاجئين وعودة المهجرين والنازحين عن ديارهم. لكن كما ذكرت أن عدد من المسؤولين السوريين الذين تواجدوا في القمة العربية وبالتحديد وزير الخارجية ومعاون وزير الخارجية بطلب عودة هؤلاء اللاجئين إلى واللاجئين والنازحين إلى ديارهم. اليوم أكثر من تقريبا 6 إلى 7 مليون مهجرين، وحوالي أكثر من 6 إلى 7 مليون مهجرين في الخارج. إذن نصف الشعب السوري اليوم مهجر إن كان داخليا أو خارجيا. هذه العودة تتطلب مساعدات عربية حقيقية، والحديث قبل أيام وخلال القمة العربية تحدثوا عن إنشاء صندوق عربي لدعم النازحين واللاجئين السوريين لإعادة إعمار مناطقهم التي دمرت خلال الحرب أو المناطق التي دمرت خلال الزلزال. وهنا أتحدث عن مدينة اللاذقية التي كان لها النصيب الأكبر من الدمار في الزلزال، وأيضا محافظة حلب، هناك آلاف من المباني التي دمرت إن كان خلال الزلزال أو خلال الحرب، والحكومة السورية ليس لها إمكانيات إعادة هؤلاء. شكرا جزيلا من دمشق خليل هملو مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا لك. نزلوا في سوريا، حيث اطلع وزير السياحة السوري محمد رامي رضوان على عدد من المشاريع السياحية في مناطق متفرقة من حلب، شملت مشروع المجمع التجاري مونتانا في حي الأشرفية المرمم بعد تحرير حلب، وأعيد تأهيله أيضا بعد تضرره جراء الزلزال، وسيتم الاستثمار فيه بدءا من 28 من مايو الجاري. واطلع الوزير أيضا على موقف مشروعات عدة في الفنادق الجديدة، ومشروع إعادة تأهيل وتطوير مبنى الخدمات الفنية في محيط قلعة حلب، ومشروع فندق الخان في ساحة الحطب بطابع تراثي،
وأوضح الوزير أن هذه المشاريع توفر أكثر من 600 فرصة عمل. إلى العراق نتحول، حيث أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حرص بلاده على إقامة أفضل العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة في المجالين الاقتصادي والاستثماري. وقال السوداني إنه التقى في مدينة جدة السعودية نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ منصور بن زايد النهيان على هامش القمة العربية، وأوضح أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين الدولتين وسبل تعزيز التعاون المتبادل وترسيخه في مختلف المجالات. أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية إلقاء القبض على 11 أجنبيا حاولوا التسلل إلى العراق عبر محافظة البصرة. وذكر بيان لوكالة الاستخبارات أنه من خلال التحقيقات الاتحادية تمكنت من القبض على هذه المجموعة من جنسيات أجنبية حاولوا التسلل إلى الأراضي العراقية قادمين من إحدى دول الجوار. وأشار البيان إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. مرحلة جديدة بدأها العراقيون لإعادة إحياء متحف الموصل الذي سيكون جاهزا لاستقبال الزوار مع حلول العام 2026. عن خطوات تجديد وترميم المتحف نتابع التقرير التالي. مدينة تحمل في طياتها عبق التاريخ وآثاره قبل أن تمتد إليها يد الإرهاب وتخرب آثارها. إنها مدينة الموصل أم الربيعين التي تحاول نفض غبار الحرب واستعادة حلتها. ها هو متحف الموصل الذي تم تخريبه على يد داعش الإرهابية يدخل مرحلته الثانية من الإعمار بعد أن أولت الحكومة العراقية اهتماماً كبيراً لإعادة تأهيله بهدف فتح أبوابه أمام الزوار مجدداً بحلول عام 2026. بدأ المرحلة الثانية من أعمار متحف الموصل الحضاري، والتي تشمل إعادة ترميم البناية بشكل كامل لمدة ما بين سنتين إلى ثلاثة ليصبح جاهز لاستقبال الزوار. ولإعادة إحياء المتحف والقطع الأثرية الموجودة به والتي يعود تاريخها إلى أكثر من 2700 عام، حصل العراق على شراكة ودعم من متحف اللوفر ومؤسسة سميثسونيان في واشنطن والصندوق العالمي للآثار والتراث لكي يتم افتتاحه في ميعاده أمام الجمهور. المدينة تعرضت لدمار من خلال الحرب الأخيرة، فقدت العديد من المواقع التاريخية والحضارية، وأهمها هو متحف الموصل الحضاري الذي كان يشكل هوية هذه المدينة من خلال القطعة الموجودة فيه التي تعبر عن تاريخ ممتد لمئات وآلاف السنوات. اليوم نحن سعداء جدا كأهالي مدينة الموصل بأن يتم البدء بإعادة إعمار هذا الصرح، وأيضا إعادة تأهيل هذه القطعة الموجودة فيه لكي يكون هذا المتحف قبلة للأهالي في مدينة الموصل وأيضا للزوار الذين يزورون مدينة الموصل للتعرف على تاريخ المدينة وحضارتها. ستعود الحياة للمتحف من جديد ويعود لونه بعد أن تحول إلى اللون الأسود بفعل القذائف والحرائق. إلى الشأن الأردني، حيث التقى وزير الداخلية مازن الفرايا نظيره العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير كامل الشمري. تأتي الزيارة بهدف تعزيز العلاقات بين المملكة الأردنية والعراق، ويجري الفرايا جولة مباحثات مع نظيره العراقي تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني وتسهيل انتقال الأشخاص والمركبات والبضائع بين البلدين وتبادل الخبرات الأمنية والإدارية والعديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. إلى لبنان، حيث دعا
بها رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة للجان المشتركة الثلاثاء المقبل دراسة جدول أعمال من ثلاثة بنود. يتضمن جدول الأعمال مقترح قانون بتعديل المادة 112 من قانون العقوبات المتعلقة بسن السجن، بالإضافة إلى اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام بعض مواد قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي. وفي سحر المشرق مشاهدينا، نتأمل واحدة من أجمل المناطق الأثرية في سوريا هي منطقة الحصن، التي تقف شامخة وشاهدة على تاريخ سوريا منذ القرن الحادي عشر. المزيد في سياق العرض التالي. إذن مشاهدينا، فقد انتهت نشرتنا من المشرق العربي. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله، تقبلوا تحياتي ياسر رشدي.